تم إلقاء القبض على ملتقط هذه الصور في شهر ديسمبر من عام 1952. حين تم القبض عليه كان يردد جملة واحدة: إذا أنا لم أكن فإن ستالين لن يكون أيضاً. اتضح لاحقاً أنه على حق، حيث إن ستالين عاش بعد إلقاء القبض عليه لمدة 3 أشهر فقط. إنه نيكولاي فلاسيك. لمدة 25 عاماً كان هذا الرجل مسؤولاً عن الحماية الشخصية لستالين في منزله وفي العمل وفي كل مكان، لكن نهايته كانت بعد أن تم اتهامه بالتجسس. عندما تم إلقاء القبض عليه عثر بحوزته على 14 كاميرا ومجموعة كبيرة من عدسات التصوير. فما سر هذا الرجل وكيف وصل إلى ذلك المنصب المرموق؟ سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ قرر فلاسيك كتابة مذكرته قبل سنوات قليلة من وفاته. كان يعرف أنها لن تنشر في الاتحاد السوفيتي، لكنه قرر تركها للأجيال القادمة. ولد نيكولاي يوم 22 من شهر مايو من عام 1896. في صيف 1914 دخل الاتحاد السوفيتي الحرب العالمية الأولى، فغادر فلاسيك منزله في سن 18 سنة للالتحاق بالجيش. كان قوياً وذكياً للغاية، وذلك ما دفع الجيش الأحمر للتمسك به. حصل بعد ذلك على العديد من الترقيات في عام 1927، وبعد قرار إنشاء هيئة خاصة لحماية الكريملين تم تسليم المهمة إلى نيكولاي. تولى فلاسيك بنفسه مهمة حماية ستالين، وبدأ بملاحظة كل التفاصيل الدقيقة في حياته. قبل أن يتم تكوين الهيئة الخاصة بحماية الكريملين كان ستالين تحت الحماية الشخصية لحارسه خيسوس. هذا الأخير الذي تلقى الكثير من الانتقادات بسبب استراتيجية الحماية التي يتبعها، خاصة بعد علم فلاسيك أن بعض الطعام يصل إلى ستالين بدون أن تتم مراقبة العمال في المطبخ. بعد ذلك انفرد فلاسيك بالحراسة الشخصية لستالين، كان أقرب الناس إليه. حاول تطوير مهاراته في علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة. اتخذ فلاسيك الكثير من الإجراءات الأمنية الجديدة التي أعجب بها ستالين ولم يعترض عليها. تقرب فلاسيك أيضاً من زوجة ستالين، كتب عنها في مذكرته أنها كانت متواضعة للغاية وساعدته في التأقلم مع عمله الجديد، وقدمت له الكثير من المعلومات التي جعلت فهم سلوك ستالين أسهل. في 9 من شهر نوفمبر من عام 1932 تم العثور على زوجة ستالين ميتة في غرفتها، كان بجانبها مسدس صغير أهداه لها أخوها. انتشرت الكثير من الشائعات حول وفاتها. شعر ستالين بحزن شديد، وكان فلاسيك الوحيد الذي يقف بجانبه في تلك المحنة. بعد ذلك أصبح فلاسيك متحكماً في كل شيء، حتى أثاث المنزل والمكتب والرسوم التخطيطية. كان يحفظ كل شيء موجود في مكان عمل ستالين. حرص على ترتيب الحياة اليومية له، لكن مهمته الرئيسية تمثلت في حمايته. كان نظام الحماية المعتمد في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت الأكثر تطوراً في العالم. في ذلك العام تفاجأ ستالين والطاقم الحكومي بوجود مجموعة من السيارات الألمانية أمام الكريملين. كان من المعتاد في ذلك الوقت استعمال سيارة الليموزين، لكن فلاسيك فكر في استعمال سيارات متشابهة كي لا يعرف أحد في أي سيارة يتواجد الرئيس. غير فلاسيك طاقم الحراسة بالكامل، كما حرص على أن يحظى ستالين بجو عائلي دافئ رفقة عائلته، وخاصة ابنته الصغرى التي ظهرت معه في العديد من الصور. التقط فلاسيك العديد من الصور لستالين وأفراد أسرته. كان هو مصوره الشخصي والمصدر الأول لتزويد الصحف الحكومية بصور الرئيس. في سن 35 سنة التقى فلاسيك مع ماريا البالغة من العمر 23 سنة. كانت تتقن اللغة الإنجليزية وتعيش في موسكو. تزوج الاثنان، لكن فلاسيك لم يكن يقضي الكثير من الوقت معها. كان يستيقظ في الصباح ويباشر عمله، ولا يعود للمنزل إلا في وقت متأخر من الليل. عام 1934 كان ستالين يبحر عبر البحر الأسود حين تعرض قريبه لإطلاق نار من مدفع رشاش كان منصوباً على الشاطئ. قابل الحراس الموجودون على متن القارب ذلك بإطلاق النار أيضاً، في حين تم حجز ستالين في مقصورة مغلقة لحمايته. لم يكن أحد يعرف ما إذا كان الغرض من ذلك الهجوم هو اغتيال ستالين أو اغتيال فلاسيك، لكن فلاسيك حينها أصبح بطلاً حقيقياً في نظر ستالين. في نفس السنة التقى ستالين مع روزفلت وتشرشل أمام العديد من المراسلين الصحفيين. كان فلاسيك متخفياً بين المصورين ويقوم بالتصوير معهم،
لم يكن المصورون يعرفون أن الجنرال المسؤول عن حماية ستالين موجود بينهم. كان فلاسيك يتخفى بهذه الطريقة في كل المناسبات الرسمية من أجل تأدية مهمته الرئيسية، وهي الحفاظ على سلامة الرئيس. حرص فلاسيك على إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الاجتماع، وكذلك قطع خطوط الهاتف والتلغراف. انعقد الاجتماع في سفارة إيران بموسكو، وكان الرئيس الأمريكي روزفلت متخوفاً من ذلك، لكن ستالين كان مطمئناً لأنه يعرف أن فلاسيك قد طرد كافة الموظفين من المبنى. حين سافر ستالين إلى ألمانيا عام 1945، كان الجنود مصطفين على طول السكة الحديدية من موسكو إلى برلين. كانت هناك مسافة 100 متر بين الجندي والآخر. في ذلك الاجتماع قدم ستالين قلماً مميزاً كهدية لفلاسيك. احتفظ فلاسيك بذلك القلم طيلة حياته، وبعد وفاته سلمته ابنته رفقة العديد من الأشياء الخاصة بوالدها إلى متحف التاريخ في مدينة بوبينيتش البيلاروسية، مسقط رأس نيكولاي فلاسيك. رغم أن فلاسيك كان متميزاً في عمله، إلا أنه واجه مشكلة في التعامل مع كل من فاسيلي وأسفيتلانا ابنتي ستالين. في ذلك الوقت كان ابن ستالين المسمى ياكوف بالغاً ولا يحتاج إلى رعاية. فاسيلي كانت تحب فلاسيك، أما بالنسبة لسفيتلانا فقد بدأت المشاكل معها حين بلغت من العمر 17 سنة. في أحد الأيام نزل المؤلف أليكسي كابلر ضيفاً على ستالين، وفي ذلك الوقت حاول التقرب من سفيتلانا رغم أن عمره 40 سنة. سرعان ما اكتشف فلاسيك ذلك ولم يحرك ساكناً في البداية. حاول التحفظ على الأمر، لكنه اشتعل غضباً حين أبلغه الحراس أن سفيتلانا تقضي الكثير من الوقت بمفردها مع كابلر. لم يذكر فلاسيك في مذكراته الطريقة التي أخبر بها ستالين عن ذلك، لكن المعلومة هو أن كابلر تم اعتقاله حينها ووضع في السجن. بعد نهاية الحرب اندلعت حرب أخرى داخلية بين حاشية ستالين، خاصة بين فلاسيك وبيري الذي كان أحد القادة في الجيش. قام ستالين بتقسيم الهيئة المسؤولة عن أمن الكرملين إلى قسمين، قسم أمن الدولة وقسم الشؤون الداخلية. اهتم فلاسيك بالشؤون الداخلية، وتم تسليم أمن الدولة لبيري الذي عمل على واحد من أهم مشاريع الاتحاد السوفيتي، وهي القنبلة النووية. في ذلك الوقت كان فلاسيك يكشف العديد من قضايا الفساد التي أدت لاعتقال بعض الجنرالات، أبرزهم إيفان فيدوزيفيتش وزوجته. في عام 1949 نجح بيري في تنفيذ أول اختبار للقنبلة النووية الروسية. واصل فلاسيك حملة محاربة الفساد باعتقاله لرئيس مجلس أمن الدولة فيكتور أباكوموف في موسكو. لكن الأمر الملفت للانتباه هو ما كتبه فلاسيك في مذكراته، حيث كتب: الأمر الأكثر خطورة هم أولئك الأشخاص القريبون من ستالين ويظهرون الوفاء التام مثل بيري. لقد كان عدواً ماكراً، وكان ستالين يثق به، ذلك كان خطأه الأكبر. في نفس الوقت تلقى فلاسيك الكثير من الاتهامات بسوء استغلال السلطة والاستيلاء على الممتلكات وغيرها من الاتهامات الخطيرة. لكن كيف حدث ذلك؟ لم يكن بيري سيئاً في علم النفس، حاول فهم شخصية ستالين ونجح في ذلك. اكتشف أنه لا يحب الرفاهية المادية، خاصة إذا كانت على حساب الخزينة العامة. ذلك جعله يضع خطة محكمة للإطاحة بفلاسيك. في شهر مايو من عام 1952 تم إنشاء لجنة للتدقيق المالي، كان بيري رئيساً لها. أكدت اللجنة اختفاء مبلغ كبير من المال، وتم توجيه الاتهام نحو فلاسيك. لم يمنح فلاسيك فرصة للدفاع عن نفسه، حاول إرسال خطاب لستالين لكنه لم يتلقى أي رد. صدر أمر باعتقاله، لم يسمح له بالنوم، وتم سجنه في غرفة مضاءة على مدار الساعة. تم إجباره على الاستماع للعديد من الأصوات الصاخبة. في غضون 3 أشهر خسر 30 كيلوغراماً من وزنه. في 5 من شهر مارس من عام 1953 توفي ستالين، كان مريضاً للغاية، لم يتلقى المساعدة اللازمة. كل الأطباء كانوا خائفين من تحمل المسؤولية، ربما ذلك هو السبب الذي دفع البعض للتخلص من فلاسيك. ذلك يعيدنا إلى مقولته التي ذكرناها في بداية الحلقة: إذا أنا لم أكن فإن ستالين لن يكون أيضا. بقي فلاسيك في سجن انفرادي بدون محاكمة. لم يستعجل الرئيس الجديد إطلاق سراحه. بالتأكيد لم يكن قرار الرئيس جورج مالينكوف قانونيا، لكن الرئيس يعرف أن فلاسيك لديه الكثير من المعلومات التي يمكن أن تسبب له المشاكل. في شهر يناير من عام 1955 تم تنظيم محاكمة عسكرية. هناك اعترف فلاسيك ببعض الجرائم البسيطة التي لا تمس بأمن الدولة. قال إنه كان يستخدم السيارة الحكومية للتسوق.
وإنه كان يبيع الطعام المتبقي من المآدب الحكومية لأصدقائه، كما أنه أفشى بعض الأسرار غير الخطيرة لصديقه الفنان فلاديمير ستينبرغ. كان ستينبرغ صديقاً مقرباً لفلاسيك، لكنه شهد ضده في المحكمة. بعد 5 سنوات كاملة ذهب ستينبرغ لزيارة فلاسيك واعتذر منه. تم حرمان فلاسيك من رتبته العسكرية وتمت مصادرة كل ممتلكاته. بعد ذلك تم نفيه إلى كراسنويارسك ليعيش هناك في كوخ صغير. في عام 1956 تم العفو عنه وسمح له بالعودة مجدداً إلى موسكو. ذكر في مذكرته أنه لم يكره ستالين على الإطلاق حتى أثناء تواجده في السجن. كان يرى أن ستالين رجل قوي ووطني، لكنه تعرض للخداع من طرف المحيطين به. توفي نيكولاي فلاسيك عام 1967 بعد إصابته بسرطان الرئة. في عام 2000 تمت إعادة الاعتبار له بعد تحقيقات قامت بها المحمية العسكرية الروسية. تم محو كل السجلات الجنائية المسجلة ضده، وتم تسليم كل أوسمته السابقة لابنته. كانت تلك نهاية منطقية لرجل أراد أن يخدم وطنه، لكنه كان محاطاً بالكثير من الخونة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟